طيب مزيد من التفاصيل أذهب مباشرة عبر الهاتف مع الزميل العزيز شريف شعبان اللي موجود ومتابع النهاردة كل اللحظات المتعلقة بالتدريب وكل أخبار تدريب الفريق الأول. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. عام جديد بإذن الله منتظره خلال الأيام، يا رب بإذن الله يكون يوم أو عام سعيد بإذن الله للنادي الأهلي ويتوج فيه بكل البطولات بإذن الله. طيب الأهلي بيختتم 2020 بالفوز على الاتحاد بربعية، وكان بدأ عام 2020 بالفوز على المقصة بهدفين مقابل لا شيء، بداية موفقة وسلسلة بطولات وختام مميز. ما شاهدته في تدريب اليوم والاستعداد للعام الجديد بقى بالنسبة ل 2021 بإذن الله؟ زي ما كانت 2020 كان وش خير على النادي الاهلي وقدر يتوج بالنجمه التاسعه باذن الله، باذن الله يكون 2021 ووش الخير ايضا على النادي الاهلي وابتديها بمباراه دجله اللي هتكون يوم الجمعه باذن الله ويتوج بالنجمه العاشره. التمرين دون راحه، استعداد النادي الاهلي سواء لمباريات ضغط المباريات كل يومين ثلاثه في مباراه ما بين مباراه محليه في الدوري الممتاز او كاس مصر او البطولات الأفريقية. الأهلي النهاردة نراحة بيستأنف تمريناته بعد الفوز الكبير أمس على سيد البلد بأربع أهداف مقابل لا شيء في أداء ولا أروع ولا أجمل للنادي الأهلي. يمكن الساعة 11 كان ميعاد التمرين، ما حضروش النهاردة مستر رابيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي نظرا للإجهاد. الراجل راجع من يمكن مرض رخم قوي بلغة يعني اللغة الدارجة لينا في الوسط الرياضي، يمكن عنده لسه مجهد ففضل راحته النهارده. الجهاز الطبي بكره باذن الله هيكون موجود على قياده التمرين، ولكن هو بخير وبكل صحه النهارده. ايضا كهربا النهارده شاهدته النهارده كان جاي لابس الكمامة على وجهه وعنده دور برد، يمكن الجهاز الطبي على طول تعامل معاه بالكشف وفضل اراحته اليوم وعمل الاشاعات والتحاليل اللازمه حرصا على سلامته. ولسه راجع من يمكن مرض ايضا كورونا، باذن الله يكون شويه برد بس باذن الله، بكره هيبان اكتر بس باذن الله من الشكل العام هو دور برد لان الجو ساقعه واللعيبه تعرف بعد الماتش يبقى طالع عرقان في التيشيرت بتاعه فممكن ياخد لطش هواء ولا حاجه، فباذن الله بكره يكون موجود مع باقي زملائه باذن الله. يمكن في خبر يمكن في دكتور جديد بيتعين بكره هيكون موجود في التمرين، الدكتور احمد ابو عبله باذن الله هيكون دكتور جديد للفريق. والنهارده تم توجيه الشكر طبعا للدكتور اسامه مصطفى طبيب الفريق اللي استعان به الاهلي من قطاع الناشئين، ويمكن الدكتور احمد ابو عبله ايضا دكتور كان في فريق الشباب في قطاع الناشئين، الكل بيشهد الدكتور احمد ابو عبله بالكفاءه الكبيره اكيد. وكان معنا عبر الهاتف منذ قليل يا شريف وتحدث عن المهمه والدور، وبكره ان شاء الله يكون موجود في تدريبات باذن الله. باذن الله طبعا لازم نشكر الدكتور اسامه مصطفى على المجهود الكبير اللي عمله في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي من كفاءه كبيره جدا ابرزها الدكتور اسامه مصطفى طبيب الفريق اللي بيعود مره اخرى الى قطاع الناشئين. النهارده كان خبر مفرح جدا فاجئنا بيه او فرحنا بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، هي سلبيه عينه قفشه وربيعه وهيكونوا موجودين في التمرينات. للاسف لسه استمرار عين السوليه، ولكن باذن الله في خلال يومين ثلاثه باذن الله يقدر السوليه يرجع الى تمرينات مره اخرى. التمرين بدا في الساعه 11 الصبح، كان يمكن جلسه من مدير الكره وطبعا كيفن جونسون وكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز مع لاعبي النادي الاهلي، ويمكن ايام بقى مباراه الاتحاد ونتيجه كبيره قدام الاتحاد تركيز فقط في مباراه دجله، مباراه بلغه الكوره، مباراه قويه جدا، مباراه رخمه، فريق بيلعب كوره جميله، لازم من اول دقيقه نكون مركزين عشان نقدر نفنش الجيم عشان نقرب خطوه كبيره او خطوه ستيب باي ستيب عشان خاطر باذن الله نفنش الموسم الصعب الموسم الدوري. ويمكن محاضره لازم نركز في المباراه من اول دقيقه لان المباراه بلغه الكوره مباراه رخمه. تمرينات النهارده بدنيه قويه جدا اللي ما شاركش في مباراه الامس علشان خاطر يعادل الحمل التمريني الحمل البدني للعيبه اللي شاركت. اللعيبه اللي شاركت امبارح تمرين بدني النهارده في الملعب خفيف جدا مع الجيم مع حاجات الاستشفاء بقى جهاز الثلج المختص الساونا الجاكوزي الحاجات كلها للاهلي موجوده في جهاز الكره في النادي الاهلي على احدث مستوى في العالم. بكره باذن الله التمرين هيكون الساعه 3 العصر، تمرين طبيعي خالص لكل اللاعبين لان بكره خلاص بقى بيبدا يستعد بشكل كبير جدا لمباراه دجله. اكيد اصابات تمام اصابات عاوز كان معاك يا محمد لو عاوز تسال حاجه. يعني اختم معاك كريم نيدفيد، هل دخل تدريب جماعي وهو محمد محمود ولا لسه؟ اختم بس معاك بالجزئيه دي. الاصابات كريم نيدفيد باذن الله ومحمد محمود، يمكن كريم في خلال اسبوع 10 ايام باذن الله هتلاقيه مشارك بصفه
طبيعيه جدا. ده الخبر المفرح لكل جماهير النادي الاهلي في اخر شهر واحد اول شهر اثنين هتلاقي محمد محمود، تباعا بعديه ب 20 يوم هتلاقي بإذن الله محمود متولي باذن الله. باذن الله. زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، كان متابع وحاضر تدريب فريق الكره النهارده بعد مباراه الاتحاد والاستعداد لمباراه ديكلا.